اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام حدث خطأ ما. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على انستغرام خاص بكم، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعداد شغل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.